الخميسات لفراقكم نحسب خميسات يمر السبوح بسبع وجهات يا يابا يا ابوي لفراقكم نحسب خميسات يمر السبوح بسبع وجعات اخ ماخ 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 صرح بالعز شلت ون بنيته 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 ودغش ما شايف الواليد يا عليلي كسرا الخاطير بلايا يا يلوذن بيش ما يلوذن بيش من شالت تجي من زين من زين الحنج والراس لجلك خويا يا خويا الحنج والراس لجلك ما نزين ما نزين اكو سبب بوجودك من مقابل ما نزين اسأل تروح وتقلي اسأل تروحي تايها من العرب روحي اسأل تروحي وتقلي ما نزين ليش ينهزي انت وما لتجي خوي رشيت 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 اخ مريض ورايد من ايدك من ايدك مريض ورايد من ايدك رشيت بسبب دمع على صرايك على قبرك رشيت لو ان دفانكم يرضى لو لو ان دفانكم يرضى يرضى رشيت يجربكم من تقطعون بي يجربكم من تقطعون أكبر السكنة بويا هل جينك يا أم القبر هل جينك أنا الصديق ابن العام الولد الأقارب يقولون قوم اطلعين يا خطار كان قوم اطلعين اي بعد ما ينفع عنده ما ينفع عنده حشمت المشي ما ليش يقول نقعد ويا نقعد ويا سيرنا لخونا ونقعد اخ على فرقه على فرقه وحق الله ما ضرر القلب تدري على فرقه
خل نشوف والله الصديق ايش عنده بأبيك، خل نشوف الصديق ايش يقول. يا آخر ريد ليكم حن القلب وريد ليكم يا مرة نبيكم صرا يا مرة نبيكم وصار بكم يا محمد حدر الثرى وصار بكم إيه بعد كأنما يخاطبكم ناه من صار الفراق قلبي انشلع من صار الفراق إيه والله كل ساعة اشتاق انا لربع قمت كل ساعة اشتاق فريح شراق فراق المشى فريح شراق جاي نقعد هسه نسولف يمه واحنا بجوار القبر نحاكي يرد عليك بس انت ما تسمعه لانه في عالم وانت في عالم سولف يا يقعد يا غالي وسولف